تصاعد مستمر لأعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد، يقابله تقاعس كبير من جانب المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في الشوارع الرئيسية والفرعية في أغلب المدن، وأثناء ساعات الحظر المفروضة من اللجنة العليا لمكافحة الجائحة. نجد الحياة بهذه الصورة، الأجهزة الأمنية حاضرة لتطبيق قرار حظر التجول، والمشهد جد طبيعي، فحركة سير المواطنين عادية في تجاهل تام لمخاطر وعواقب الكارثة الصحية المهددة للبلاد حال انتشر الوباء بصورة أوسع. من جهة أخرى، يعلل المواطنون أسباب اضطرارهم لتجاهل الإجراءات الاحترازية بظروف المعيشة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والأزمات المادية التي ترغمهم على الخروج والبحث عن قوتهم. كما يدرج المواطنون ارتفاع أسعار المعدات الوقائية وندرة وجودها في السوق سببا رئيسيا لعدم اتخاذهم للإجراءات الوقائية أثناء خروجهم، متسائلين عن غياب دور وزارة الصحة واللجان المشكلة في هذه الأزمة عن تغطية كافة احتياجات المرحلة. تصادمت أزمة فيروس كورونا بالظروف المعيشية الضنكة التي يعيشها المواطن منذ سنوات، ليقف الليبيون عاجزون في هذه الفترة الحرجة غير قادرين لا على مجابهة الفيروس ولا مجابهة الحياة اليومية برمتها.